منذ انطلاق أعمال وزارة الخارجية العراقية في برنامجه الحكومي، فإن السيد الوزير يحضر في المؤتمرات الدولية والاجتماعات الرسمية التي تمثل العراق كحضور دبلوماسي وفاعل في إطار تعزيز وبناء أدوار جديدة للخطاب الدبلوماسي العراقي في الساحات عدة. طبعا كان هناك حضور مميز للعراق في عدة من المحافل الدولية. لم يكن موضوع القمة العربية الأوروبية في القاهرة استثناء منها، وفي باريس وأيضا في جنيف، ومن قبلها كان السيد الوزير في موسكو. طبعا العلاقات الأساسية والاستراتيجية ممتدة مع كل الدول. هذه العلاقات مبنية على رؤية أساسية استراتيجية لوزارة الخارجية العراقية تقوم على مبدأ تعدد الشراكات الاستراتيجية مع كل الأصدقاء والشركاء.